السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم امرأة. النهاردة ان شاء الله الفلوج بتاع المتحف الحيواني. احنا كده دوت كده بداية المتحف، على يمنا البدلات النهرية اللي هي لسه معمولة جديدة في جنينة الحيوانات، وده كده مدخل المتحف. في جنينة كده في الأول، بعد كده بندخل المتحف كده. دي البوابة، بنبتدي من ناحية اليمين، هما متقسمين جهتين، ناحية الدخول وناحية الخروج. بنبتدي من الناحية اليمين كده، من هنا كده البداية. دي كلها حيوانات متحنطة، من يعني في حيوانات جديدة وفي حيوانات قديمة قوي موجودة كلها هناك. والمتحف بصراحة جميل جدا، وسعر الدخول مش غالي خالص. هسيب لكم السعر في صندوق الوصف، سعر دخول الجنينة نفسها وسعر دخول المتحف. اهي كده، دي اشكال الحيوانات اللي موجودة. وهنلاقي كمان في زواحف وطيور وهياكل عظمي الإنسان والحيوانات. ما شاء الله، هو بصراحة جميل جدا، ويعني ما شاء الله نظيف، والنظافة هناك عالية جدا، والناس اللي بتستقبلك ناس محترمة وكويسة جدا. ودي كده هياكل عظمية، ورا كده هنلاقي الهيكل العظمي بتاع الماموس وحيوانات قديمة قوي. وفي حيوانات طبعا موجودة حاليا احنا بنشوفها، وده خرتيت أو وحيد القرن. وحيد القرن دوت هما محنطينه كامل، ودوت الهيكل العظمي بتاع الحوت. فيه هيكل عظمية لزرافة ونعامة وأسد والحاجات ديت. بصوا شكله عامل ازاي، ودي كده دروس حيوانات. ده بتاع فيل، ودوت بتاع فرس النهر. دي اجزاء، مش درس كامل طبعا. اهو كده، هسيبكم بقى تتفرجوا طبعا على الفيديو وتشوفوا الحيوانات. انا مصوره لكم كل حاجه بالتفصيل، الحيوانات المتحنطه كلها وعروس البحر والاسماك وكل حاجه اللي هم حاطينها. وده طاووس اهو، فوقيه ثعبان وتماسيح، في جميع انواع التماسيح وكل حاجه موجوده. سيبكم بقى تتفرجوا وتستمتعوا بالفيديو. متنسوش اللايك والسبسكرايب، وعلقولي قولولي ايه رأيكم. دمتم سالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا بقى الفيديو للآخر. السلام عليكم.